كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة لفظ مفيد المفرد. اسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثها هي الكريم. قول لفظ قد فاد مطلقا، كقم وقد وإن زيدا ارتقى. قول لفظ قد فاد مطلقا، كقم وقد وإن زيدا ارتقى. اسم بالتنويه والخفض عرف، وحرف خفض وباللام والف. اسم بالتنويه والخفض عرف، وحرف خفض جل معروف بغد وسين، وتايت أنيث مع التسكين. جل معروف بغد وسين، وتايت تفعلت مطلقا كجيت لي، والنون والياء في فعلن وافعلي. تفعلت مطلقا كجيت لي، والنون والياء في حرف لم يصلح له على ما إلا انتفى قبوله العلامة. حرف لم يصلح له على ما إلا انتفى قبوله العلامة. الحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة شرف الدين العمريدي رحمه الله تعالى: باب الكلام. هذا متكني باب الكلام، وهذا باب كيسي. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما وكسر بحي خطبتي يمقدمة كتابك، هل كان حكوك ذكري الكلام النحوي قيوده وشروده؟ الكلام النحوي قيوده وشروده. كلام كان نحوه وحوية قانه، بل قيوده سي شروده. نحوه محوية قانه، هذا كلام محوية قانه. كلام كوح كم هي من الكلمات المثلثة، إريادة سد حدا حركو لغة العربية أي كوبا ناية هاي إلا سارو أيو كم حركة كستاينة وحيالنة معنى أقارة. كلام كوحال إلى بفتح الكاف الكلام، بكسر الكاف نوال إلى الكلام، بضم الكاف الكلام. حركة والبمر كوقاتنا وحيالنا معنى أقارة. الكلام مركي إلى بكسر الكاف، والجراح المؤلمة ضاوع قفك حنونشية أيا وحال إلى كلام مركي كاف كالهوس لغو. هذه كاف كالجودو أو كلام ليرانا الأرض الصعبة للك الجوان كأه أو أدق أو دجح ليدا أه كاس أو حل ليرا كلام. هذه كاف كالجودو كاف كهذه لكرد أو الكلام ليرانا وحل ليرا مجتمعت فيه قيود أربعة، وحي أفر قضب أي كل من أفر تقضب أي نص ساعته، وحي لجهله أي وحل ليراها كلام بفتح الكاف. كاسونا الشيخ كهذه الدونة، الشيخ كما هذه الدونة الكلام أو بكسر الكاف، الكلام أو بضم الكاف كما هذه الدونة، وكهذه الدونة الكلام بفتح الكاف أو أه مجتمعت فيه قيود أربعة، وحي أفر قضب أي كل من أي الله به كرى الكلام النحوي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد. كلامهم كلام النحويين، نحو ليذا كلام كودي لفظ أي ملفوظ مثل قد واقو لفظ غاسو مفيد فائدية، فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة لغو آمسي كرو لغو قنعي كرو فائدة. لفظ غاسو مسند لتيري إلى كلمة أخرى، كلمة كلمة اللبات لو تيري. والكلمة كلمتنا، اللفظ لفظه وهي كلمة
lafdigaasu almufiidu wax faa'iideeya, lafdigaasu almufradu ee la gooni yeelo. Sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu tacriifiyo ama uu kuu qeexo maa huwa alkalaamu annaxwi. Kalaam naxwi horta maxaa la yidhaah? Kalaam naxwi waxaa la yidhaah majtamacat fiihi quyuudun arbaca, afar qodob wixii ay ku kulmeen ayaa la yidhaah alkalaamu annaxwiyu. Qodobadii uu kuu tirinaa sheekhu marka wuxuu ku yidhi sheekhu kalaamuhum, kalaamuhum marka la leeyahay damiirkaas xaggee u laaban? Iyaga kalaamku iyagee. Kalaamuhum shaarixa fiiri wuxuu ku leeyahay kalaamu naxwiyiina, naxwoolayda kale. Damiirkaas wuxuu laabanaa naxwooley, oo naxwooley miyaa lasoo sheegay ilaa damiir yarjic ilaa aqrab ilmadkuur. Damiir wuxuu rabaa meel marjica oo lasoo sheegay inuu u laabto, waa lasoo sheegay oo macnana loo soo sheegay. Meesha in naxwaha looga hadlayo xataa naxad quluubuhum linaxwihi fa min cadiimi sha'nihi lam taxwihi. Wati aanu soo qaadan oo marka ereygaasi naxwahaahi waxaanu ku soo tilmaanay ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay inay ahayd baraacatu istihlaal, waxa meesha looga hadlayaba inuu yahay cilmigii naxwaha ayuu sheekhu meesha ku tilmaamay. Marka damiirku naxwooley u laaban oo meesha laga fahmay kalaamuhum kalaamu naxwiyiina, naxwoolayda kalaamkoodii, naxwoolayda kalaamkoodii marka la leeyahay kalaamka istilaaxa fanniga uu joogo, fanni walba istilaax gooniyaha loo yaqaan. Masalan markii axkaamta iyo fiqhiga la joogo kalaamul fuqahaa, culimmada fuqahaadu waxay kalaam u yaqaanaan iyagu kullu maa abdala salaata walow kaana lam yufim shay'an, wax walba oo salaada burriya walow xataa hadduusan wax macnaa lahayn. Oo tusaale ahaan adigoo salaadii ku jira haddaad tidhaa ba ta, haddaad tidhaahid salaadii waa kaa burtay. Cinda annaxwiyiin laa yusamaa kalaaman ba iyo ta, cinda annaxwiyiin ba iyo ta laa yusamaa kalaaman. Laakiin culimmada fuqahaadu waxay leeyihiin ba ta haddaad tidhaahdo salaadii ku jira waad hadashay kalaaman anagu u naqaan, kalaam ayaan anagu u naqaanay ku leeyihin. Marka taasuu sheekhu ka ixtiraasiyo meesha looga hadli maayo kalaamun yacni alfuqahaa loogama hadlayo, waxaan kaloon looga hadlaynin kalaamu luqawiyiin, culimmadii luqawiyiinta ahaa iyagana kalaamkoodii ma laga hadlayo. Waxa laga hadlayo waa kalaamu naxwiyiin. Kalaamuhum kalaamu naxwiyiina, naxwoolayda kalaamkoodii lafdun ay malfuudun mid lagu dhawaaqo. Lafdun haada huwa alqaydu alawal, waa qaydkii ugu horreeyey ama shardigii ugu horreeyey. Qaydkii ugu horreeyey waa in laga noqdo, lafdi waa in laga helo. Markaanu leenahay waxani waa kalaam, xagga naxwaha waxani waa hadal, waa in laga helo dhawaq. Lafdiga marka maxaa la yidhaah? Waa sawtun khaarijun min daakhili ri'ati ila alkhaariji. Lafdi maxaa loola jeedaa? Sawtun khaarijun min daakhili ri'ati ila alkhaarij, waa cod ka soo baxaya sambabaha gudihiisa bannaankana imanaya. Taas waa in la helo, waa shard. Cod ka soo baxaya sambabaha gudihiisa ka soo baxaya ee haddana bannaanka imanaya waa in la helo. Lafdigaas in la helo waa laga maarmaan. Lafdun la yidhi marka maxaa baxay? Haddii wixiiba wax sawda uusan lahayn falaysa bikalaamin naxwiyin, wayn afaada faa'ida, kalaam naxwiya ma aha. Hadduu doono faa'idaha faa'iideeyo maxaa baxay marka? Waxaa meesha ku baxaya alkhadu walishaara walisaanu lxaal wa xadiidu nafsi, waxaa kaloo ku baxaya wanusab, waxaasoo dhan kalaam lama yiro. Waxaa meesha ku baxay alkhadu qoraalkii, waxbaad iska qortay maanta oran xaashi waxa aad ku qorayso falaysa bikalaamin, waxaas warqadda aad ka buuxisay kalaam ma aha. Goormuu kalaam noqona? Markaad ku dhawaaqdo, markaad ku dhawaaqdo kalaam noqona, markaad ku dhawaaqdo ayuu kalaam noqon. Waxaa kaloo ku baxay lafdi la yidhi al-ishaara, ishaaradiyaa baxay. Qofaa ku yidhi ayna kitaabi, kitaabkayga aawo, adigoon hadlin fartaa meel ugu taagtay. Falaysa bikalaam, ishaaradaasi waxa weeye kalaan ma aha, liannahu lafdiyaa la rabaa. Meeshaan waxaa shardi in la dhawaqo, dhawaq hadduusan jirin kalaam ma aha. Waxaa kaloo baxay lisaanulxaal, lisaanulxaal, lisaanulxaal maxaa loola jeedaa? Yacni qofka xaaladdiisa waxa aad ka fahmayso isagoon kula hadlin ayaad xaaladdiisa wax ka fahmi. Masalan masjidka iyadoo salaadii lagu tukaday, markii salaadii la tukaday nin miskiin ahaa istaagay, waana iska aamus
محرابكو كسو جيستي واسك أمس نكاس حالة ديسة هداد أخرسو محاك هاقا موقرين إنو سائليها وحالة يسي حتى هدو سن هدلي كاسا وحالة إلا لسان الحال لسان الحال اللي. لكن استاقاس يقاب كاس أم موقنا يوم معنات كفهمي لكنه ليس بكلام نحوي لأنه ليس هناك صوت ولا لفظ صوت لفظ ملهن كلام نحوي معها وحكى لو كبح حديث النفس حديث النفس حديث النفس هو ما تردد في نفسك ولم تلفظ به ولم تكلم به ووحي النفط هذا كله لابته وأظن كل هذا اللي ما تردد في نفسك ولم تنطق به أظن كل واقع ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وكإله جل جلاله ويقولون في أنفسهم ظالمين النفط ذوحي إليهن وقلبه وجره لولا يعذبنا الله بما نقول هدي أنو ضد أهل الشر النهي وحا أنو لا نهي الدين تأنكو أفلق الدين النمو إله النمو عذابه ساسا قلبه وجرته لله جل جلاله ويقولون في أنفسهم نفته ذا ساسا وجرته مركا وحاس نفته ذا وجره ولئيسا كل واقع إيقنا فليس بكلام نحوي حديث نفسي إساقنا وحوي كلام نحوي معها الشيخ مركا إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى رمان وكم مثال وحيالها احترازات الخط والإشارة واللسان والحال والحديث النفسي فمن الأول تنهره حكم ذا خطك وقرالك قول الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمنا عائشة أمنا عائشة صديقة دي صديق أوضلي وسيدنا أبو بكر أوضلي رضي الله عنها وعن أبويها ما بين دفتي المصحف مصحف كالبدي سردنا لحدي سوحا كسوغا كلام الله ويتر وخطك تلمامي مركز قرالك وحا قرالك قرالك تلمامي مركز ومن الثاني كان لبادنا وحا كمي الثاني وحا لرجي ذا إشارة إشارة دي ويهي وحا كمي ذا قول الشاعر وشاعرك هذا الكأوير أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت أن الظرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم وحوري نكن شاعرك أشارت قبلي وحي إشارتي بطرف العين إيش الدين عيد إشارت خيفة أهلها لأجل خيفة أهلها أهل كذا كعبس كذا درتي لا هذا إلى هذا الشيء هو قويسكي كبقي هو إيش إقال هذا الشيء إيش إقال هذا الشيء لا هذا نواغضو قويسكي كعب سنة كبدي إيش إقال هذا الشيء إشارة محزون كإشارة محزون روح لم رجلي إشارة دي سيو كله أي إيش إيه إشارة والحال إيش إيه إشارة لم تتكلمي كبدي إيش هذا لم تتكلمي محلولي الله صديق لما بقى شيء شعركم روت شعر سيدنا النبي فايقنت وحن هبصدي ان الظرف غبد دينعيد اشيده اشده غبد اشيده قد قال ظرفه اشغو انو يري مرحبا انو يري سو دوو اشو اني مرحبا اتريان فهمو يري فايقنت وحن هبصدي ان الظرف اي العين اش الظرف كده ملعس ملعسنيس قد قال ظرف العين كو انو يري مرحبا سو دوو انو يري سادفته مرحبا مكان واسع وافقدي سو دوو وأهلا وسادفت أهلا أهلا محبا لك أهل أديك كجعل إيش يا أنت سني إتريان أن كفهم إيش يا محصورا كفهم يور وإيش يا إده هيسا مرحبا وأهلا وسهلا يا ذا إده هيسا إيش وأهلا وسهلا ومكانا سهلا مكان فضل كسر دواب بالحبيب حبيب كان أنسود وينين حبيب كاسو المتيم عشق الله قفال جعيلك وقفاشي المتيم عشقك الله قفاشي وجعيلك عقلي سلماء وقفاشي المتيم إلا قفاشي وجعيلك وأقوم كدقي وقفاشي جعيلك فير هذا محل شاهد كقوي قال لقد لي شنا يوحو وحويري أشارت بدرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم فأيقنت وحن يقين سدي أن الظرف قد قال مرحبا إشي قبضوا أي إشارتي وحبال لقفهمي وحاسب فليس بكلام لأنه قبل ما يسن هذا المرة وقت وحاسب مرك إشارة الله سمينا يوردن
كلام معها. ومن الثالث كان سدحات وحا كمده وسدحات وحول الجدا ولسان الحالك لسان الحالك وحا كمده قول بعضهم يعني عرفت قال كود قول كود يا كمده ويري امتلأ الحوض وقال قضني مهلا رويدا قد ملأت بطني امتلأ الحوض دركي وابو حسمي دركي وحوي وماشي قيل ما ركتاه مركا لو رابيني بيها الله وشبه يو ماشي قدن وقيل بيها الله وشبه يحلل حوض درك امتلأ الحوض دركي وابو حسمي وقال حوضك وحو يري قدني حسبي انتنا اغفلان وير قدك مركو بو حسمي قدك يا إله هذا الوير هذا إله هذا الذي قال وحو يريد قال هذا كلام عادي ولا مجد كلام عادي ولا مجد يعني لسان حالك سنكفهم لسان حالك سنكفهم إنه ليه قدني حسبي انتنا اغفلان إنه ليه يا هيو مهلا ترتيب أمهل ترتيبي مهلا ترتيب شو الترتيب رويدا حسلا حسلا أرود حسلا رويدا حسلا حسلا قد ملأت بطني على شيء دواد بوحسي إنه يري أن كفهم ومر كان لسان حالك يا أساس كفهمي أسوي ما بحض لا يروح إلا وارل الجودن الجودن ويح ما هذا وحاسو النحو معها كلام نحوي معها. ومن الرابع كان أفرادنا وحاكم ذا وحديث النفس وحي قلبك كأجيره قول الشاعر إن الكلام هذا الكل في الفؤاد قلبك الحديث سوء هذا وإنما جعل اللسان عربك وحالويل دليلا متسوسيني على الفؤاد على ما في الفؤاد وح قلبك كل حجرة عربك تسيا عربك وكهذا لا وح كل حجرة قلبي إن الكلام هذا الكل في الفؤاد قلبك الحديث سوء هذا يعني هذا الله وح وهذا لا يرنا وح كسو جوري وكيمت قلبك وح كيمت مرك قلبك أسوليه كلامك قلبك أهذا ليس بكلام نحوي وحس قلبي كجرة كلام نحوي معه وإنما جعل اللسان عربك وحلاقي للدليل المتصنع على الفؤاد على ما في الفؤاد وح قلبك كل حجرة أيوة تصنع مرك وحاس ولنا كوب حي لفظ مرك لليه وح كوب حي الخض والإشارة واللسان والحال وحديث النفس وحكرا سداس وكلا كوب حي النصب النصب أي كوب حي نصب محل رجلا وعلامين كالوجود السينيو أو حلوه فهم سينيو لكن نطق عن لهي مثلا تسألها واحد يعكرته مركي يقول هذا اسم تعالى ذي وتعالى ذي مركي دون يان إني وحيسيان واحد يعكرته فلر إني حاجة كصوران فلر دين عن أقل الله عنيس إني لا بيج أكتس كعجس وصوران بوركس فلر سام سوق الله عنيس فلر توقفكم مركو أركو فلر توقفوا هذا اللي سواه لنا عنو كاجرة إلى الأسبتال أجنو كاجرة وحاسي مركة فلارتها سوح بيكو فهم سيسي لكن نوق ملها فليس بكلام النحوي مركة وحاسي أردن كلام النحوي معها كلامهم كلام النحويين اللفظ للفوض مثل قلنا واقو وإن هرت نوق له لو شرط لفظ قاسو هدنا مفيد شرط غلبان وإن اللفظ قو هدنا يهي لفظ مدوح فائدية فائدة يحسن السكوت عليها فائدة إن لغو آمسو أي وناكسنته لغو قنع كارو حشر دي إنو لفظ قو فائدة فائدة لغو آمسي كارو اللي يرمحا بحي وحا بحي وحي بحال حبو فائدة عن لهي وإن قل كديزن مغلوب زيد زيد اللي دبق دي مركز قدال قلالو آخرية وحا اللي يرديز ديس فليس بكلام النحوي لأنه لا معنى له ولا فائدة له معناه ما له وح فائدة وحكى له مفيد كب حي وحي وح فائدة لكن فائدة دي سؤال ناقص تهي محاكم إذا إن خرجت من المسجد مساجدك هدي أن كبحه أياتي المركز الآمست فليس بكلام النحوي وحاس كلام النحوي معها لأنه إن خرجت من المسجد هدي ليرا قفك كل جي سنة لكتا أسي تاجا كلهم محوكو حجين دوناه لي إن خرجت من المسجد مساجد كدان كبحو محوكو حجين دونا هذا هو محوكو حجين هل كان صدقو آمستي فليس بكلام النحوي لأنه فإذا لغو آمستي كرو لغو قنع كرو ما أهل مفيد ليري فإذا لغو آمستي كرو ولو كانت الفائتة غير متجددة
ولو كانت الفائدة غير متجددة فائدة يسمى النقان هذي ربط فائدة كوعصو يعني ماشي إنه وحول لقى فائدة يستقوم بها للدنيا فائدة كوعصو يسمى هان هذي دونت واحد عكرتا وحيالها ضدك يكود السمية هي ولا يكود أوجي هاي حتى هذا الكوف فائدة وكلام نحو تصالحان فحال وراء السماء فوقنا عرقوا أن جسر ريا وكلام نحو بدنا يزيد السماء فوقنا يد شيء قف البايس كتغنى فإذا عصبنا الله ما إدمان يعني شرط ما فإذا ذنك هو عصبته وحكم إذا قف كذوك راه الأرض تحتنا للكو النجاح السيا وكلام نحو وإن كانت الفائدة غير متجددة فإذا ذنب هو النقطة مد أنكو عصبين وظهرب وجد النقطة غير مركا تجدد الفائدة شرط معها فإذا ذنك هو عصبته هاي شرط معها شرط يسدحات لفظي عاسو مسند التيري إلى كلمة أخرى كلمة كلا لو تيري مسند كوحالينا إسناد كإسو تيرينتا وضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد وسيدا شارحه وكوو شرحيه ضم كلمة وكلمة الله بير لغبيريه إلى كلمة أخرى كلمة كلمة كلا لغبيريه لغيه على وجه قابنا اللوجي وجه كاسو يفيد الفائدين كضم الفعل إلى فاعله فعل كوفاعل كيس الله ضم واللوجبيري نحو قام زيد وضم الخبر إلى المبتدئ خبر كيو مبتديه اللوجي نحو زيد قائم حصلنا اللوجي مسند كاسالين مسند حوي ضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه يفيد وكلمة إن كلمة كلا اللوجي صفة إذا ماشى أيو قصورات marka musnad la yiri maxaa baxay wixii hal kalimo ah baxay salaahan waxa tiri zayd waxa tiri qalam wa masjid wa tariiq waliisa bi kalam nahwi lana waxa shardiya in la helo laba kalimo ugu yaraan laba kalimo ugu yaraan waa in la helo shardi meshi ajrumiga halkan oo kale ajrumi markuu maray wuxuu ka cabiri jiray murakkab al kalamu huwa al lafdhu al murakkabu ساس به مركب أصلا محوك بدلي المسند المسند أيوك بدلي فاس كم معنيه مركب الإسكورسية هي مسند الإسكوتيرية بمعنى واحد شيخ هذا سد حذان شرطي أيوك سجى قابسنا سد حذان شرطي أيوك قابسنا كتاب كأني أصل كهانا شروط أفر وكل كتير هو اللفظ المركب المفيد بالوضع حنا جمع المركب وكتاب كان وكتبي بالوضع اللي يكتب بالوضع أي بالقصد وأنا شرط مهمة شرط يا سيدي وحوي وشرط مهم وحكوب حياة كلام النائب والساهي قفك إسكبر ده يوم أنت وإسكدل دلمي وحقفك إسكدل دلمي فليس بالكلام النحوي لأنه إن لو قصده وشرط إن لو قصده شرطه مركب أفرت على شرط وحي لغا هلي ايا وحا ليرا كلام النحوي هلكا الشيخ وحوغا بحي كلام يشروده سي وحا نجيرا وحيال علماء النحوه ايراهان اصول النحوي اما اساس النحوي اما امهات النحوي انت مقعب علماء يكون مقعب اصول النحوي اما اساس النحوه اساس النحوه وحا كوب لغا مارمانا انا تفهمتيد ما هو الكلام وما هي الكلمة والكلم والقول والمفهم شن تسأل رأساسك النحو الكلام والكلمة والكلم والقول والمفهم شن تسأل بالله وقاء مفرها نحوها اللغة بالله هذا محام برني الكلام كلام وحل يراه أيام برني waxaan gelinaa marka qaybtii labaad kelimada maxalliga wal kelimatu kelimadu wal kelimatu sasu udabdi wana sahihu laana dhowr luqa ku bana kalma wala dhig kara luqahan kelmana wala dhig kara al kelimatuna wala dhig kara biha nazal al quran al karim al kelima quraanka kariimka dhamaan sasu ku socda kala innaha kelimatun huwa qailuha
كلا إنها كلمة هو قائلها والكلمة كلمة أما والكلمة كلمة أما والكلمة وهي أفصح تاس أنا فصيح بضعي والكلمة كلمة اللفظ أي الملفوظ ومثل الواقع لفظ غاسو المفيد فائدية لفظ غاسو المفرد الجونية شيخ حكيري رحمه الله تعالى هل كم حدون إنه كجود قالوا كلمة محلية كلمة شيخ حكيري لبا شرط لبا شرط وحي أيكو كل ما أي كلمة ليه شرط وجوه الرأي اللفظ اللفظ نواتي أنو سوى شرحنا وإن هرت الأوق له صوت خارج من داخل الرئة إلى الخارج وإن له وإن عضل له كو شرط قال بعض لفظك عصو المفيد فائدية هذا أقوى وده المفيد ده إيه مفيد أنتي أو كلامك هذا أنك سامرني لبا معنى الأول كله كذا سكوا معنا ما مركو شيخ ده هي كلامهم لفظ المفيد المفيد كاسمحكم فسرني فائدة يحسن السكوت عليها مفيد كنا محل الأول كذا المفيد فائدة يحسن السكوت عليها كفسر فأيت يحصل سكوت عليها لو لم يجده شرط كلمة ومفيد كأ وحلو لجده فائد يعني واحترازا عن المهمل ولو كانت الفائدة ناقصة فائدة ناقص بها النقطة ما له معنى ووحي معنى إسكاله المفيد فائدة ما له معنى وحي معنى إسكاله هذا القلم مركاترا قلمكم معنو لي وحلو قر المسجد مركاترا معنو لي ومال إلهي لو عابده الطريق مركاترا معنو ليه وهو ضل مرو ما له معنى للوجه كي هو كلامك مفيد كي كجرنا فائدة يحسن السكوت على تشرب دارين كان مركا الكلمة اللفظ المفيد مركا ليه المفيد اللي رمحابحي ديس ليس بكلمة ديس أتري ديس ومقلوب زيد زيد أدب القدس مركا ساتري ديس هذه كلمة ما أو محاد عاي مسألة مفيدة معنى ما لها معنى ما لها مفيد ما والكلمة اللفظ واللفظ شرط على بعض المفيد فائدية شرط على سدحات لفظ على سوء المفرد الجونية المفرد اللي يري خرج به المركب فلا يسمى كلمة إلا مجازا مرسلة وحاب حيوك ورشاخ مفرد مركل ليه مركبك يعني كلمة وحا الشرط يعني كلمة مغت هل أري زيد وكل جيسا كلمة خالد وكلمة قلم كلمة ساسو يعني مفرد مغت محابة حي الشيء وهذه اللبس الشيء يكبضا واسكساري يهي فلا يسمى كلمة كلمة لغم المقعام تسالها وحاتري خرج زيد وزيد بحي فليس بكلمة لأنه مركب كلمة وحا الشرط أن تكون مفردة غير كلمة نوت يا شرطة وحكم رشاخ كما في قوله تعالى كلا كآل إنها كلمة أتكو هذا الشيء كلمة وكلمة كلمة سو هو شخص وقائلها كلمة وإسكير يعني هذا فيري يعني شارحة آية وحكم الدليشري هذا كلمة محان الشروده هذا كسر شجني وين المفرد نوت قرآن كي أو حكم رشاخ حلو أركي جملوين فربضاً أو كلمة لغو إطلاقه مركز حقيقة ما هو مجاز جملوين فربضاً وقفك مركب لها رب رجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة ليروح صلى إما سأرى يقول واقعي وحور ربي رجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت انت سألر إنها كلمة انت سو واحد بدن وجملوين بدن وكل واقع مركز القرآن في محوك تلمع جملوين كاس إنها كلمة هذا مجاز مياه مسوى حقيقة مركز مجاز حقيقة ما إنه حقيقة تعريفك يعني كلمة وحنكو قادة إنه مفرد هالشيء اللي هالشيء اللي وكلمة الله هي العليا وكإله رجال الجلال كلمة الله إذا وصل رين بدن كلمة الله هي العليا محل وجد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو جملة الدنعة هي قرآن حكم عربي وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكي إلهي جل جلاله وألزمهم كلمة التقوى ذاتك المؤمنين تا إلهي وحو لازم كلمة التقوى كلمة التقوى محال لجدا كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله إن بدنا مركب القرآن كل جملوين وحكم عابي كلمة لكن مركب سبحانه لجدا مجاز حقيقة ما وماشى ابن مالك كليه وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة كلمة كلام قد يؤم وحال أركا كلام بل إن كلمة لو إطلاق لو لقستو كلام دم واحد يعكر إن كلمة لو إطلاق بركة تاسو كلام حوي ومجاز وحكروا الشارح سودري الشدي وحيري والضمير الراجع عند قوله تعالى رب ارجعوني إلى آخره وكما في قوله النبي هذا الكيس وكرس صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة كلمة أغرن تبضا كلمة سو قالها الشاعر قبيائي وأيري كلمة اللبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة تزايل على كل شيء شيء كستا شيء كسو ما خلى الله إلهي كسو هري باطل وما باطل أي فان أو واحد باب أي وكل نعيم شيء كسو اللي سوون نعمينا لا محالة تشكل الآن زائل المتزولي قبل قاسو دلو انت سو جملة محو النبي وكما قعابي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة اللبيد قبل قاسو دلو نور جملة كوبا والنبي صلى الله عليه وسلم حويري أصدق كلمة كلمة وكما قعاب كلمة أي كما قعاب والكلمة كلمة اللفظ أي الملفوظ مثل الرواقي وأي لفظ قاسو المفيد وحفائدية لفظ قاسو المفرد اللقوني يعني هل كانوا حروق بحنا كبرني أساس النحو قيبتي لواد وكلمة كلمة يا كلام لواد أساس صبر لسم وفعل ثم حرف تنقسم وهذه ثلاثها هي الكلم تنقسم هي كلمة وحيو قيب سنتا لسم إلى اسم اسم حقي سيو قيب سنتا وفعل نو يو قيب سنتا ثم مركاك بعد حرف يو قيب سنتا وهذه تني ثلاثها ثلاثها أقسام تنسد حديده هي ثلاثة ذاسا الكلم كلم ليرة كلم نسد حداسا ليرة كلم تنقسم هي كلمة وحيوقع يبسن تعلس من إلى اسم هي وفعل فعل ثم حرف يوقع يبسمي وهذه تن ثلاثها أقسام تنسد حديده هي ثلاثة ذاسا الكلم كلمة حربا شيخ قيبتي سد حاد أساس النحوي إنه هل كان كبد القلم؟ قيد سد هذا أساس النحو محل رجلا وحنبرنا إنها كلم مرك كلم محلها. وحكي رشاخ تنقسم ورت كلمة وحيو قيس تاكو لسم وفعل ثم حرف. كلمة علم يعني اللغة العربية إما اسم وإما فعل وإما حرف. قيد أفراد مجرد سد هذا كمان بحكرت. اسم محلنا ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بواحد من الأزمنة الثلاثة اسم حالنا دل على معنى في نفسه ولم يقترن بواحد من الأزمنة الثلاثة ووحي معنى النفس الدي سكوتسية ولم يقترن أن لحرير سن بواحد من الأزمنة الثلاثة سد حديث الزمن متكمدنا أن كتسني اسم حالنا مثل هذا مسجد أو كلا أريق مسجد وحو كتسنا معنى معناها سؤال مال إلهي لو عابده لكن كما تصنع يوم مسجد هذا الجوغة مسجد هذا كبعلي من دورة مسجد هوري اللورد السيم منه كما تصنع شغكم لها اسمك زمن وفعل فعل كيساقنا وحال إلى ما دل على معنى في نفسه واخترنا بأحد الأزمنة الثلاثة ما دل على معنى في نفسه واخترنا بأحد الأزمنة الثلاثة ووحي معنى نفس دي سكوت سيزد سد حد الزمن مت كمدنا تصنعي وتي قواعد كأجرم يعني نفسه قادم جرم هذا ترى الضرب زيد زيد كراع ضرب من حكم تصنع معنى الضرب يا هي زمن ماضي لا سكوت سيزد ثم مركا كبي على حرف 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 كوحاليرا ما دل على نفس ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ما دل على معنى في غيره حرفك معنوه كتسيه لكن معنى إساقه كمتسينيه معنوه غير كيس غير كيسه كتسيه لأنه حرفك مركو قويني ميل أتاقينيه
macno ma laha laakiin markii ficil lala xiriiriyo ama ism lala xiriiriyo markaasuu macno dhala marartu bisayidin haddaad tidhaahi bacda keligeed haddii halkaa ay taagan tahay macno ma laha laakiin haddii marartu bisayidin zayd markii lala xiriiriyo maxay noqoneen baaulilsaaqi macnay yeelana markaas baaulilsaaqa macnay faaidaysa وهذه تن ثلاثها أقسام تن سدح ليلة هي ثلاثة الكلمة الليلة شيخ وحوك ويري سدح ذان اسم فعل هي حرف أي وحا الليلة كلم سدح ذان ما شكو كل مان أي وحا الليلة كلم هذا الشيخ مركو كلية هي وهذه ثلاثة هي الكلم شرط معها سدح ذو إنه كلا الدوينهن ومدنا ويهي اسم مدنا فعل يهي مدنا حرف يهي شرط معها ولو اسكو نوع بها النقطة وا كلم كلمة وحا ليرا سدح شيء سدح اسم ها النقطة سدح فعل ها النقطة سدح حرف ها النقطة هذا ذات رأي لن في عن شاك الدين ويرا وا كلم سدح حرف لربا قتل كتب سدح هذا ما قعو يال وا كلم هذا يكال الدوين يهينا أو اسم يفعل حرف يهين سدح لن أضرب زيدا ونزيد وا كلم وحي أن سدحها كلمة أما هل نقدر نسدح اسكو نوعا أما سدح عن اسكو نوعا هاي هل نقدر والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى والقول قولك لفظ أي ملفوظ مثل قد واقو لفظ قاس وقد حقيقة أفاد فائدي مطلقا حال ويهيم ذا لك لقاد وحفائدي مطلقا حال لجدا يعني مطلقا لجدا لجدا يحوي سواء كان مركبا او غير مركب اما وحي السارن ولا بكل ما هنقول ما كبطنا وذلك كقوم استاق اوكل وقد اوكل وان زيد انك زيد ليرا قد حقيقه ارتقى وكري اوكل قيبتي افراد اوكل اساس النحوي ولنوترنا شيخ اساس النحوي سدحان صبرنا وحن صبرنا الكلام والكلم والكلمه قيبت أفراد حوي والقول القول ينبرني والقول شيخ وحكير قولك لفظ أي ملفوظ مثل قد واقعي نفت محال لجنة هذا أن سوف سرين صوت خارج من داخل الرئة إلى الخارج وإن له العد قدها كسو بحية بنان كان أصو بحية لفظ قاسو قد حقيقي أفاد فائدي قد أفاد فائدي للمحابحي ما لم يفت شيئا كديزن فليس بقول وحي وحفة إذا بقى الله ينسي الديز وكلا قول من بقى عاب مطلقا حاله يا حميد الله كلا قادم قول خاص فائدي مطلقا من الله قادم حاله رجل سواء كان مفردا أو مركبا مركب معناها فائدين أيو أما هالنقضة مركب أما مفرد هالنقضة قد أفادنا مركب كليه فائدة لو معنى كسوك على فسر فائدة كجرت كلامك كلامهم لفظ مفيد معنى قوني هم كفسر فإذا ذا كجرت كلمة لنا والكلمة اللفظ المفيد معنى قوني هم كفسر ترنم حيتا معنى من سد هذا نوتي من الله قد أفادنا محال وجيدا فإذا وحال وجيدا يعني قد أفاد معنى وإن لم يكن تاما حتى يوسن تام أهانه معنى أون وحفائدي معنى أون وإن فائدي وحفائدي وإن لم يكن تاما هدور معنى لما يسترن يوسن نقل أيال وجيدا مطلقا حاله يا مثلا لك لقاد مطلقا حاله لجدا سواء كان مفردا او مركبا اما مفردا نقول اما مركبا وطوق فائده هذا مركي اللي يرى زيد وقول زيد وحول وقول هذا تراه قام زيدنا وقول هذا تراه في عن علانا وقول وحول بوح فائده سو مركب نمو شرط معه مركب نمو شيخ وكم مثالي وحكير وذلك كقم استاق وكر كقم هذا فيري قم وقول لأنه حوي فائد لي وأنا مركب فعل فاعل وقد قد كل جدوم يلتاق وقول لأنه فائد إلى وإن زيدا ارتقى سدح شيء سكسارين حرف اسم يفعل وقول اسم أما مركب النقض أما يوصل مركب النقض هل كان مركب وحنو كأوغاني قيبتي أفراد أوليراهو القول يا نور
halkaa waxaa noogu dhammaaday alkalaam walkalimatu walkalim waalqowl almufhim mufhimku wuxuu u dhow yahay qowlka qowlkan ayuu u dhow yahay oo farqi weyn uma dhexeeya almufhim lafdun afaada walow kaanat hayra taamatin waa lafdi walba wax faa'iideeya xataa aysan mataam iska noqon laakiin isagu wuxuu u badan yahay mufhimku mucdamkiisa inta ugu badan waa murakabka murakabku inta badan lagu idlaaqaa laakiin qowlka isaga mufrad iyo murakab iyo meel walba iska gala mufhimkuna mufradna waa noqdaa murakabna waa noqdaa laakiin muxuu u badan yahay murakabku u badan yahay murakabka ayuu u badan yahay halkaas marka waxaanu ka ogaanay meesha waxaa ugu sarreeya mufhimka iyo qowlka wax ka sarreeya ma jiraan leannahu labadoodu meel walba waa gelaya qaama zaydun haddaad tiri kalaam naxwiya waaye qowlkiina waaye kelimadu meeshay gashana waa la geli kelima halkiinu haddaad ku dhawaaqday fii kelimo way tahay de qowlna waaye naftiisa kelimkii meeshuu galo waa la geli kelimkii waxaa tiri fii can calaa qowlna waaye laakiin waxaa jira meel isagu qowlku uu geli karo meel qowlku uu geli karo kuwan kalena aysan cag soo saari karin maxaa ka mid a ghulaamu zayd ghulaamu zaydin zayd addoonkiisii ayaa tiri falaysa bikalaamin naxwiya ghulaamu zayd kalaam naxwiya ma ahan leannao faa'iido taama lama hayo kelimatuna ma dhihi kartid ghulaamu zayd oo maxaa dhacay dee mufradaa shardi ah kelimada kana waa murakab alkelimna lama dhihi karo oo kelim waxaa lama dhihi kelimka waxaa shardi ahaa saddex shay meesha maxaa marka usoo baxay fagaaraha usoo baxay qowlkii aa meesha ugu sarreeya qowlka iyo mufhimka labadaas wax ka sarreeya ma jiraan walidaalika naxwuhu ibnu maalik wuxuu ku leeyahay waalqowlu cam wakilmatun biha kalaamun qad yu'am meesha qowlka ugu caamsan qowlka ee ugu ballaaran falismu bitanwiini waalkhafdi curif waxarfi khafdin wabilaamin waalif falismu isimkii curifa huwa isimka waa la gartay bitanwiini laba shaqala lagu gartay waalkhafdi hoosdhigna waa lagu gartay waxarfi khafdin hoosdhigga xarafkiisina waa lagu gartay wabilaami waalifina waa lagu gartay falismu isimkii curifa huwa isimka waa la gartay bitanwiini laba shaqala lagu gartay waalkhafdi hoosdhigna waa lagu gartay waxarfi khafdin hoosdhigga xarafkiisina waa lagu gartay wabilaamin waalifina waa lagu gartay laamtii aliftina waa lagu gartay maadaama asaasu naxwi uu sheekhu noo soo dhammaystiray halkan wuxuu ka gudageli sheekhu mid walba oo isimka iyo ficilka iyo xarafka ka mid a calaamaadka uu iska leeyahay maxaa ku garan karaa ereygani inuu yahay isim wuxuu ku yidhi sheekhu falismu isimka curifa waxaa lagu gartay bitanwiin calaamada ugu horeysa oo ereygani inuu isim yahay aad ku fahmi karto waxaa weeye waa tanwiin tanwiinta waxaa la yidhaha nuunun zaa'idatun saakinatun talxaqu aakhira alismi fi llafdi watufaariquhu fi lkhaddi shaarixa saasuu kugu tacriifiyey sharaxa fi lkhaddi waalwaqfi aan laakiin ku dari jirin inaga qaacidada in lagu daraana haboon qawaacidka ajrumiga saasaan ku dari jirnay nuunun zaa'idatun waa nuun dheeraada saakinatun reeban talxaqu haleelaysa aakhira alismi isimka aakhirkiisa fi lafdi dhawaqa ku haleelaysa markaad dhawaqayso iyada xadigeeda iyo nasiibkeedu waa dhawaqa jaa'a zaydun nuunta carabka kaaga dhigan taasaa tanwiin leh markaad dhawaqdo bisay soo baxdaa maaragta watufaariquhu lafdiga isimkana way faaruqee fi lkhaddi marka la qorayo iyo walwaqfina ku dar iyo marka la joogsanayo ila marka ereyga ku joogsanayso tanwiinta meesha way ka bixi jaa'a zayd ayaad leedahay jaa'a zayd ayaad leedahay markii la qorayana jaa'a zaydu markaad qorayso nuun ma qoreyso nuun saakina ah istiqnaa'an canha waxaa looga kaaftoomay tanwiintaas nuunta saakinada bitakraari ashaklati shaqalkiioo lasoo celcelinayo cinda dabdi bilqalab marka qalinka wax lagu qorayo shaqalkiiyaa laba goor la qoraa nuun saakina loo baahna laba gooraa xarakadii soo celcelinayo saasaa lagu kaaftoomay marka tanwiintan isimka waxyaalaha khaasku ah ilaa toban qaybood ayaa tanwiinta u qaybsantaa sida shaarixu noo sheegay wa aqsaamuhu cashara laakina almukhtasa minha bilismi arbacatun wahiya almuraadatu huna laakiin afar shay ayaa isimka khaas ku ah ulajeedaduna halkan afartaasaa looga muraadi alawal tanwiinu tamkiin mid layla tanwiinu tamkiin muxuu yahay tanwiinu tamkiin wahuwa allaaxiqu waa mid ka haleela ligayri jamci almuannath assaalim min alasmaai almucrabati
asmaada la icraabo almunsarifati ee gedgedoomayso maalaa sarifka aan ahayn ka zaydin wa rajulin tanuna tabkiin maxaa la yidhaha wuxuu haleelaa jamcu lmuanathu saalim wixii aan ahayn oo la icraabo maalaa sarifna aan ahayn wax kastoo la icraabo ism kastoo la icraabo oo jamcu lmuanathu saalim aan ahayn maalaa sarifna aan ahayn tanwiinta ku jirta waxaa la yidhaha tanwiin tamkiin rajul zayd qalamun dariiqun shamsun duxan hudan qaadin daacin raami wax lasoo koobi karo maa ism kastoo mucrab oo la icraabo oo aan ahayn jamcu lmuanathu saalim iyo maalaa sarif aan ahayn tanwiin tamkiin qaybta labaad wathaani tanwiinu tankiir wahuwa laaxiqu lilasmaai lmabniyati waa midka haleela asmaa mabniga ah asmaada mabniga ah oo la binaynayo farqan bayna macrifatihaa wa nakiratihaa iyadoo lagu kala saarayo macrifadeeda iyo nakiradeeda famaa nuwina minhaa asmaadaas mabnigaa wixii la tanwiiniyo kaana nakiruu noqonaa wamaa lam yunawan wixii aan la tanwiininna kaana macrifatan uu noqonaa asmaada mabnigaa maxaa ka mid a ismulficil saaba kuu sheegay sheekh wayaqacu wuxuu ku dhacaa tanwiinu tankiirku samaacan samaacan wuxuu ula jeedaa yacni samaacan cani alcarab carabta laga maqlo qiyaas ma aha fii baabi ismi lficli uu ku dhacaa tanwiinu tankiir ka sahin uskud macnihiisu sidaa sahin uskud aamus sahin hadda waa ismu ficil ismu ficil kitaabkeena kawaakibka aynu ku soo qaadan sahin waa ismu ficil waa isim macnaa uskud leh tanwiinta ku jirta maxaan ku magacaabaynaa tanwiinu tankiir tanwiinu tankiir maxaa loogu magacaabay liannaha tadullu calaa tankiiri alism ismka inuu nakiro yahay ee ku tusanaya haddii tanwiinta laga qaadana muxuu noqonaa sahl la yidhaha macrifo saasaa lagu garanay wa qiyaasanay u gashaa iyadoo laga qiyaas qaadanayo fi lcalami almakhtuumi biweyhi kasiiba weyhi isim kastoo calamo weyhi uu ugu dambeeyo tanwiinta gasha iyadana maxaa la yidhaha tanwiinu tankiir siiba weyhi camra weyhi khaala weyhi nifda weyhi wahaakada wixiiba weyhi ugu dambeeya wathaalithu kan saddexaad tanwiinu lmuqaabala la yidhaha tanwiinu lmuqaabala wahuwa laaxiqu waa mid ka haleela linaxwi muslimaatin wmima jumica bialifin wataa'in masiidatayn waa jamcu lmuanathu saalimkii ula jeeda jamcu lmuanathu saalim oo dhan tanwiinta ku jirta tanwiinu lmuqaabala la yidhaha tanwiinu lmuqaabala hindaatun qaanitaatun caabidaatun waxaa ku jira oo dhan tanwiinu lmuqaabala wey waraabic midka afaraad tanwiinu lciwada la yidhah tanwiintii bedelka wahuwa tanwiinu ciwadku imaa ciwadun can jumlati inuu hal jumlo uu bedelka yahay ow jumalin ama dhowr jumlo inuu bedelka yahay naxwu qowlihi tacaala wa antum xiina idin tanduruun wa antum adinku xiina idin waktigaa xiina id balaqat iruuxu alxulquuma intaasay bedel ka taha tanwiinta xiina waktigii id balaqat iruuxu alxulquuma ruuxdu markay hungurigan dhuuntan ay soo gaarto tanduruuna meydkiiyaad fiirinaysaan qofkii naftu ka baxaysay ayaad fiirinaysaan adinku waxba u qaban karin wa qowlihi tacaala qowlka ilaahay oo kale yowmaidin maalintaas tuxadiu ardadu waxay ka sheekayne akhbaarahaa wararkeeda yowma id zulzilat lardu ayaa loo soo qadaray waxay naa'ib ka tahay tanwiintani yowma id zulzilat lardu zilzaalaha maalintii ardadaasi la gilgilo maalintaasay tuxadiu waxay ka sheekayne akhbaaraha akhbaarteeda wa imaa ciwadun inay bedel ka tahay tanwiintu can kelimatin hal kelimo naxwu qowlihi tacaala qul waxaa tidhaha kullun mid walba ay kullu insaanina loola jeeda insaan walba yacmal wuxuu u camal falaa calaa shaakilatii xaaladiisa kii ahlunaarkaa camalkii ahlunaar uu samaynaa kii ahluljannaha camalkii ahluljannaha ayuu isaguna ku camal falaa wa imaa ciwadun can xarfin ow xarakatin ama inuu xaraf uu bedel ka yahay tanwiinku ama shaqal naxwu jawaarin wa qawaashin oo kale asalku muxuu aha jawaariyun iyo qawaashiyun uu ahaa ya'diyaa la xadfay ya'di bedelkeedii ayaa tanwiinta la keenay fii xaalatay rafci waaljari bikhilaafi fii xaalatay nasb xaalatu nasb waa lasoo daahira ra'aytu jawaariya tanwiin maba imaanaysa xaalatu nasb ra'aytu qawaashiya wa haadihi alarbacatu afartaan hiya almukhtasatu bilismi afartaan waxaa la yidhaha afarta isimka khaasku ah waa wixii qawaacidkan kusoo barana howlahan oo dhan hadda nakhtiinu noo noqonaa kitaabka markaad fiiriso qawaacidkii qofkii joogay waa loox loo nakhtiiminayo kale loox nakhtiima ayuu u noqonaa laakiin mar walba waxaa kuusii adkaanaya boolkii boolkiiyaa sii dhuuqsamaya mar walba mar walba lagu celceliyo qawaacidka wuxuu ku yidhi sheekhu
والخامس مدك شنات تنوين زيادة له وتنوين زيادة لفظك كوا كما في قوله تعالى سلاسلا وأغلالا أكل سلاسلا في قراءة من قرأ سلاسلا بالتنوين فإنه قد زيد فيه حلو زيادة التنوين لمناسبة أغلال أصل كهر السلاسل وحوها ما لا ينصرف وحي هذا حق يسو إن لقد دايو تنوين تنوين تان محال لو ساري مناسبة وحال لو ساري أغلالا واللفظ دي كدن بيه أيها تنوين سن مركا كاسو كده يرى درسكا دينتي سكويا لأهل درسكا دينتي سكويا درسوا ليها اللفظ كاسا الله مناسبين أول تنوين تاسن محال إلا تنوين زيادة والسادس متك اللحاد تنوين ترنب وهو اللاحق للقوافي هو رسيالك وهلنا قوافي محيطها آخر الشعر شعرك لفظك أقدم بيها لرا قوافي قوافي ذا سؤال مطلقة إلا سيدة المطلقة محال الرجل أي آخرها ألف الإطلاق قافية ذا ألف الإطلاق أقدم بيها نون تكشا وحال لرا تنوين ترن كما في قول الشاعر أقل اللوم عادل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا أقل لي يري اللوم عنانت يري عادل يا عادل إسلام تن عادل اللي راهي والعتابا عنانت يري واسكو معنو وقولي ده إن أصبت هدان أصيبه لقد حقيقي أصابا الصواب ننكي الصواب كيو أصيبي ده مروا البطاقال هيسكو وديني مركان حوقها الرونة هاي لقد أصابا إدهو لقد أصابا وأصيبه حقيقة لقد دليشان مركا والعتابا بعض محاكا دنبايا نون وقولي إن أصبت لقد أصابا أيضا محاكا دنبايا بعض نون نون تأساو حالينا تنوين الترن لأنه وحيها ليشي شعر آخر كي سؤها ألف ماشي مركا ورمحا وقد دنبايا أقل اللوم عادل والعتابا ألف تبدل كيديا نون تلك وقولي إن أصبت لقد أصابا والصابع متك التدوات تنوين الحكاية كما في قولهم قالت عاقلة عاقلة وحيتري بالتنوين مصمم بها أيضا لفظ عاقلة لقوم مقعابي مؤنث عاقلة هذه كبر مقعب لقد قبرة كون على عاقلة كون قاعد محون قنا ما لسرب سنو قن ماي تنوين تمحل قلص وضوني مرك تنوين تمحل قلص وضوني مقعد وحال إلى تنوين الحكاية وحال قلص كينا قبل التسمية انت هذا قبرنا كم قعاب أريو سو اسكما هنجر أبل منصرف اسكا عادي سيد الرجل وكال ولا تنوين الجل انت هذا قبرنا هذا مقعب وقرد مرك حكاية اللي ما قبل حالة يكوه الرئيسي مقعاب دا لقى حكاية وثامن ومتك سيدادنا تنوين الضرورة اللي تنوين الضرورة ضرورة اللوكة كما في قول الشاعر سلام الله يا مضرون عليها وليس عليك يا مضر السلام سلام الله إله النبي الكريديسي يا مضر منك مضر عليها قبل الدش إلى الله وليس عليك الدش على ماهن يا مضر مضر السلام النبي الكريديسي دش على ماهن إلهي أديك النبي الكريديسي دش على ماهن فدلقها فلست الله بكفي وإلا يعلم مفرقك الحسام.